سنقبل على أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. عليك أن تعلم أن هذه الأيام هي أعظم من أيام رمضان. العشر الأوائل من ذي الحجة هي أعظم من أيام رمضان وليس ليالي رمضان. وقال العلماء هي أعظم من أيام العشر الأواخر من رمضان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وقبلها أقسم الله والفجر وليالي العشر، أقسم بهذه العشر وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله وبنفسه فلم يرجع بشيء.